النهاردة بنحلم لبكرة. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بضيفي العزيز صديق الإعلام الكبير الأستاذ أحمد شوبير، حارس منتخب مصر والناقد الرياضي والكاتب والتلفزيوني. أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ خير؟ ازيك يا أستاذ؟ منورنا. الله يخليك، ده نورك. أخبار الدنيا إيه؟ حلوة زي الفل. أخبار كابتن سمير زاهر إيه؟ تمام. كيف استقبلت رسالته الطيبة بالتنازل عن الدعوة اللي كان رافعها؟ هو عشان نكون أمنا، الرسالة الأولى جت من المهندس محمود طاهر. كويس. وجاءت قبل انتخابات مجلس الشعب. الراجل حقيقه وبعت لي ورقه بالتنازل عن البلاغ اللي كان مقدم ضدي الحقيقه، وحصل اتصال تليفوني رقيق يعني، وكان كده يعني نص الازمه او اكثر من نص الازمه كان يبقى انتهى يعني. بعدها كان في مفاوضات ومداولات، وانا كنت منشغل بالانتخابات الحقيقه. وبعدين عقب الانتخابات مباشرة كلمني حد من طرف الكابتن سمير وقال انه يعني الراجل العلاقة الممتدة الازلية اللي بينك وبينه، ومش حابب انه الامور تسير بالطريقة يعني اللي حصل. فهمتني مفاوضات ومداولات دي، حسيت ان كان في طلبات وحاجات لازم تتعمل. يعني انا الحقيقة احنا كنا قعدنا حوالي 5-6 مرات انت وكابتن سمير ده. قعدنا كتير، علاقتنا لم تنقطع، بس قاعدة وبعدين يحصل كلام وبعدين يحصل مواضيع وهكذا. في النهاية قلت لهم لا، يعني قبل بقى ما نقعد المرة دي يعني المواضيع كلها تنتهي عشان نعرف نبقى قاعدين بنفس صافية، ما بقاش ما بيننا من بعد، هنقعد وبعدين نقول كذا يعني مواضيع. وانا حتى قلت افضل انه القضية تنتهي بتاعت الكابتن سمير اللي معروضة امام القضاء عشان يبقى عنده الحرية الكاملة في اتخاذ ما يرى من قرار يعني. يوميها الحقيقة كانت الرسالة جاية منه مباشرة عن طريق استاذ محمد المشطر المحامي، من قبلها كان استاذ منتصر الزيات كان قاعد معايا قعدة طويلة جدا الحقيقة، وانهينا المسائل. وهو تنازل اظن من 3 ايام، وبعدين امبارح قعدنا بقى شربنا الشاي والقهوه وضحكنا وهزرنا وانا قلت له انا هسير في نقدي كما انا يعني، وانا ما فيش خلاف شخصي، انا بنقد سياسات، لكنه خلاف شخصي، خناقه شخصيه بيني وبينه او بينه وبين اي حد في الاتحاد ده مش موجود، لكن في اختلافات في الرؤى، وهو الحقيقه اللي معاك كل الحق. وكلمنا في شويه حاجات وفي الهيكله الاداريه داخل الاتحاد وفي نظام العمل. الغريب ان هو عارف كل نقاط الضعف داخل الاتحاد ويحكي لك كلها في 7 دقائق. طب ما نحل بقى يا كابتن سمير، ايه ده اللي انا بحاول فيه الفتره اللي جايه وهي قوه التغيير وقوه الحل دي. هو كابتن سمير بيتكسف، عنده مشكله انه له اصدقاء كثيرين داخل الاتحاد، فبقى عنده نوع من انواع الحرج مع عضو مجلس اداره، من انواع الحرج مع رئيس لجنه، من انواع الحرج مع مدير اتحاد، مع انه يقول لك ده اللي بيشتغل وده اللي ما بيشتغلش وده الصح وده الغلط، يعني كل نقاط الضعف هو عارفها بوضوح تام داخل الاتحاد. اتمنى انه الامور تسير على ما يرام ان شاء الله في القدم يا رب. بس انت كان لك يمكن اول واحد كنت دخلت الحلقه زي موضوع ما حاولت فيه من 6 شهور انتهى ولكنه تاجل قليلا يعني. الحمد لله. وهسألك سؤال بره الحدوته يعني، انت عارف انا لما بقابلك بنحب نفتح في الامور كلها. بقالنا كتير ما تقابلناش. ما تقابلناش بقالنا زمان. شايف ان عدم التوفيق في الانتخابات فرصه لالتقاط الانفاس ومراجعه نفسك واعاده خطواتك والتركيز في الاعلام اكتر في الفتره القادمه؟ طبعا اكيد. اكيد بدات افكر بشكل احسن، بشكل اهدأ كثيرا. رجعت الانتخابات خلصت يوم الاحد، يوم الاثنين كنت بشتغل على الهواء، وده اثار استغراب الكثيرين يعني، الناس استغربوا. بدات اركز في ضيوفي، انا اركز في تقريري، اركز في موضوعاتي. رجعت زي زمان، انا اللي بحضر المونتاج بايدي، انا اللي بعمل التقرير بايدي، انا اللي بحط المراسلين بايدي. بدات الامور تبقى تركيز بنسبه 100%، كنا فقدنا التركيز بنسبه يعني مش اقل من 50%. بدات اهدى خالص، بدات بتكلم في موضوع واحد وده مهم جدا بالنسبه لك. بدات حاسس انك ظلمت نفسك شويه لما كتير. بتقعد دلوقتي كده حاسس انك ظلمت نفسك ودخلت في متاهات وبسكك كتير قوي. ده صحيح. والواحد لما يبقى ناجح في مكان يدوس عليه ويعلم فيه اهم من انه يبقى بصمه هنا وبصمه هنا. متاهات ومشاكل وازمات ومواضيع، وبعدين انا ما بشتغل في حاجه بشتغلها وبتصير معارك في كل الاتجاهات يعني. لا، وانا بشتغل اصل القلب والضمير يعني، ما بشتغلش يعني في المجلس لازم اشتغله بامانه وبقلب، ببقى في اتحاد الكوره، ببقى في الاعلام، فالدنيا كانت زحمه. صحيح انا كنت بعرف اوفق ما بين الثلاثه، لكن الدنيا كانت زحمه، فالنهارده الدنيا بقت تخليك عصبي برضه وردود فعلك عنيفه غصب عنك. انا جالي زكي عبد الفتاح، مدرب مساعد لمنتخب امريكا ومدرب حراس المرمى هناك، هو شخصيه لطيفه قوي، فانا هو كل ما بيجي اجازه فانا بستضيفه، فهو طبعا هو لا متابع انتخابات ولا عارف حاجه. فبعد ما خلصنا فقال لي، بقول لك انت وشك حلو ليه؟ فقلت له حاسس ان انت رايق وفي ايه؟ فقلت له لا ما فيش حاجه. قال لي لا في حاجه غريبه يعني. فحد من الواقفين قال له اصل هو بقى فقلنا وبتاع. قال لي يعني ايه؟ فقال له الانتخابات. قال لي ما نجحتش. قال لي الحمد لله كده، احمد شوبير الاعلامي وشك هادي، وشك مروق، وشك ده كان كلام انطباعي. فابدو ان انا ما كنتش شايف،
لكن اللي حواليا كانوا شايفين. ما اللي انا حاسس ان برضه حتى وانت بتقول لي كده حاسس ان جواك وجع. انت لو خسرت ماتش طاوله لازم تزعل. ده وضع طبيعي يعني. لو خسرت وانت بتلعب مع زملائك كوتشينه اكيد لازم بتزعل في اي خساره. طبعا. ايا كان نوع الخساره بقى مش عايزين نتكلم في الزعل والوجع يعني. انا شايف في علامه. لا مش وجع. لا مش وجع. اصل عملت اللي عليا بزياده. في كله يعني سواء كعضو مجلس الشعب لمده 5 سنين الحمد لله قدمت كل ما هو مطلوب مني من فضل الله سبحانه وتعالى كمنافسه بلاش معركه انتخابيه اديتها على افضل ما يكون وبالتالي النتيجه لم توفق بقى لسبب او لاخر يعني خلاص رميتها ورا ظهري لانه بفكر في اللي جاي بركز في اللي جاي كيف تصبح اعلاميا ناجحا وده الاهم بالنسبه لي. زعلت من الحزب الوطني وبعض قياداته؟ اكيد زعلت. اكيد طبعا أكيد. حسيت انك اتبعت؟ لا مش اتبعت بس انا حسيت ان انا عملت اللي عليا. عملت اللي عليا بكل امانه على مدى عمر الدوره على مدى ال5 سنوات وعملت اللي عليا في الانتخابات وعملت اللي عليا في القعده ولم اتحالف مع احد. كنت واضح جدا ماشي بالنظام ماشي بالالتزام. كنت اتمنى يقول لك من البدايه بلاش تدخل يا احمد. كان يبقى افضل. كان يبقى افضل. كان هيبقى افضل. وانا عرضت على فكره يعني انا عرضت ان انا ما ادخلش اكتر من مره ويمكن اقول لك سر انه يوم القعدة رحت للسيد المحافظ قلت له يا فندم انا مش عايز اكمل القصة واحاسيسي دايما احاسيسي ان ما بتكذبش يعني عرضت على السيد مدير الامن وعرضت على السيد المحافظ وعرضت على احد اهم القيادات هنا لكنهم كلهم كانوا راضيين بل اني تلقيت مكالمة الساعة 5:10 يعني ساعة يوم القعدة مش بالتهنئة لكن بما تعني يعني انك ما شاء الله الامور ماشية بشكل جيد لكن في النهاية هي مباراة ايا كان الحكم كان مين الحكم كان ظالم الحكم كان محايد الحكم كان عليك الحكم كان معاك خلاص بتعتمد النتيجه ليك 10 ضربات جزاء ما اتحسبوش اجوان من بره اتحسبت ايا كان لكنه في النهايه اللي خد الحصانه خدها لا وانا انت عارف ان انا الحصانه انا اول واحد تنازل عن الحصانه 4 مرات في سب وقصف وفي كلام يعني لكن الحمد لله. فاضل من ملفاتك ايه المفتوحه اللي تتمنى تقفله خالص بقى عشان ما نبقاش في وجع دماغ؟ اعتقد تقريبا الملفات كلها انتهت دلوقتي كل المواضيع شبه انتهت ما عادش في ملفات يعني بالعكس هو ملف الاعلام بقى اللي عايز افتحه بقوه يعني موضوع الاستاذ مرتضى منصور خلاص اتقفل اعتقد شبه اتقفل يا خلاص ما يعني ما عادش في يعني ما عادش في خلاف ما عادش في خناقه ما عادش في الحمد لله ما عادش في صراع يعني برضه كان ليه اسباب الصراع ما عادش في صراع وانا زي ما قلت انا خلاص انا مدد ايدي للجميع ما عنديش مشكله مع حد خلاص عايز اشتغل احمد شريف بما فيهم المستشار مرتضى استاذ مرتضى كل الناس يعني ما عنديش خلاص ما عنديش مشكله مع حد الحمد لله. طيب الحمد لله. عجبك الكلام اللي قاعد يتقال عن مانويل جوزيه ده؟ لا هو مش كلام هو اصبح حقيقه. كيف؟ مانويل جوزيه خلال ايام سيصل الى القاهره سيتولى تدريب النادي الاهلي من جديد. مانويل جوزيه استقر رسميا النهارده. المأذون اللي كان بيدوروا عليه حضر النهارده الى جد. انا كنت دايما يعني دايما بطلق كده تعبير لطيف في البرنامج عندي ان هم بيدوروا على المأذون اللي يعني يفصل ما بينهم. بس ده عكس اللي منشور في كل صحف السعوديه النهارده. انا قاري كل صحف السعوديه النهارده. مانويل جوزيه استقال اليوم ودفع الشرط الجزائي لنادي اتحاد جده فعلا بعد التعادل الثامن على التوالي. كان منشور انه محدد معسكر في الامارات كان عنده معسكر يوم 4 يناير في ابو ظبي لمده 10 ايام. صحيح ودى اللعيبه اجازه وحاجات كده. استقال وكان التعادل الاخير بالامس مع نجران 2-2 هو سيء الحظ جدا كان كسبان الفيصلي 3-1 تعادل 3-3 كان كسبان نجران 2-0 تعادل 2-2 بدأ بست مباريات فوز وبعدين 8 مباريات تعادل خسر 16 نقطة متتالية في النهاية هو بعت رسالة ود للنادي الأهلي. النادي الأهلي السبت الماضي دي تفاصيل يمكن أول مرة الناس تسمعها السبت الماضي كان دوراتي هو كان المدير الفني للنادي الأهلي وكان سيتم الإعلان عنه وكان تم الاتفاق على كل المسائل المادية و ظهر مانويل جوزيه. مانويل جوزيه بيتمتع بحب الجماهير وثقة الإدارة واللاعبين. اللاعبين نفسهم بعت رسالة إن هم بيفضلوا مانويل جوزيه والراجل بعت رساله ان هو بيرحب بالانضمام للنادي الاهلي بشرط يعني موضوع الشرط الجزائي. بعض رجال الاعمال المحبين للنادي الاهلي بعيدا عن ياسين منصور تكافلوا وتضامنوا مع النادي الاهلي المبلغ. دفعوا وبيساهموا وهو قبل يقلل الراتب بتاعه هياخد 80,000 يورو مرتبه قالوا 50,000 80,000 يورو 80,000 يورو مرتب مانويل جوزيه هيجي باحتمال باثنين مساعدين في دلجو مدرب الاحمال موجود واحتمال يكون معاه مدرب مساعد كمان احتمال كبير لان هو كان الاهلي يقدر يدفع 80,000 يورو شهريا دلوقتي معانا في ناس بتدفع للنادي الاهلي في الراتب بتساهم بقوه في احتمال يجيب مدرب مساعد كمان لان هو زعلان ان حسام البدري مشي ويقول كنت بعتمد عليه بقوه في خلاف جميل ما بينه وبين اداره النادي الاهلي اداره النادي الاهلي عايزاه يقود مباراه الزمالك وهو عايز يأدي الكريسماس في بلده ويعود بعد يبدا مهمته بعد مباراه الزمالك
فاضل بس المأذون يكتب الكتاب تاني من اول وجديد العوده ده. يعني كل دول كانوا محللين ولا ايه؟ يعني انت شايف الاهلي كان محتاج منهم جزئيه في المرحله دي؟ كان محتاج حسام البدري مش كده؟ طبعا. والاهلي مع حسام البدري هو اللي استقال، الاهلي ما مشاش حسام البدري. صحيح. ولو حسام لم يقدم استقالته كان استمر حتى نهايه الموسم ده والموسم القادم. هل تعتقد ان مانويل جوزيه لديه ما يقدمه للاهلي الان؟ لديه. لديه؟ طبعا. بمجموعه اللاعبين اللي موجودين ولا هيشترط ان يجيبوا له لعيبه من بره زي ما طلب؟ هيشترط وهيجي له لعيبه وهيجي له نجوم. لما ده ظلم لمدربنا قوي يعني، لما حسام البدري كان مزنوق ما كان ممكن يجيبوا له لعيبه، ما كان بيطلب مهاجمين ومدافعين ويدفع فيهم فلوس. لما مانويل يقول فورا يتطلع. لا مش فورا، يا خلي بالك الساحه ما بقتش مليانه. يعني الساحه ما بقاش فيها العدد الكبير من اللاعبين زي زمان. يعني زمان ابو تريكه جه النادي الاهلي ب 400,000 جنيه او اسعارهم غاليه ما تقدرش. لا يعني النهارده وليد سليمان مثلا النادي الاهلي ما عرفش يخلصه، ايمن حفني النادي الاهلي ما عرفش يخلصه، المعتصم سالم من سنه النادي الاهلي ما عرفش يخلصه، حسني عبد ربه النادي الاهلي ما عرفش يخلصه. كان زمان بتخلص احمد فتحي سهل، بتخلص بركات سهل، بتخلص ابو تريكه كله ب 400,000 جنيه. لما جه النادي الاهلي شريف عبد الفضيل بتخلصه سهل، لكن ما عادش فيها الساحه، ما عادش فيها اللعيبه كمان قاعدين يطلبوا 7 مليون و8 مليون و15 مليون و20 مليون. السنه اللي بعد الجايه هتلاقي عادي جدا لعيب بيجدد في مصر ب 10 مليون جنيه السنه اللي بعد الجايه، لان انت النهارده بتتكلم في فتح الله، بتتكلم في احمد فتحي في 3 سنين ما بين 11 و12 مليون جنيه. وانت عندك ازمه ماليه وعندك حدود، ما حدش واخد باله على فكره، فكمان سنتين او 3 سنوات الاسعار هتبقى. بس احنا ما عندناش استثمار رياضي عشان اقدر اغطي ده. وانا ما اعرفش الانديه بتغطي ازاي. يعني وما اعرفش الانديه الشعبيه هتعيش ازاي. النادي الاسماعيلي، نادي الزمالك خد فلوسه الحضري جري يسدد رواتب وسدد اقساط، النادي الاسماعيلي خد مبلغ دخله بعد رفع الضرايب كان 2 مليون جنيه سدد جزء من الاقساط. لكنه طب الاسماعيلي ده لما هيجدد لعبد الله السعيد هيجدد ازاي؟ عبد الله السعيد هيتحط على الترابيزه مثلا 20 مليون جنيه السنه الجايه، وهيتحط له في السنه 5 مليون جنيه عشان يتباع. طب الاسماعيلي السنه اللي فاتت بدايه السنه دي كان معتصم سالم ب 7 مليون جنيه، الاسماعيلي طلب 3 مليون جنيه مش جاي له، الزمالك عرض 2 مليون جنيه.